بسرعة تحولت مشاعر الفرح والفخر والثقة بالنفس لدى جماهير الترجي المنتشية بفوز فريقه على الأهلي المصري منذ أسبوعين إلى موجة غضب وحزن واسعين بعد سقوط مدون لفريقها أمام مازيمبي الكونغولي بخماسية نظيفة في ذهاب نهائي دور أبطال إفريقيا. والله العظيم التو مانيش مصدق للتراجي معناتها خاسر 5 بليش والله معناتها لا أقسم بالله التو مانيش مصدق للتراجي الرياضي خاسر 5 بليش. الشارع الرياضي في تونس انقسم بين مبرر لهزيمة الترجي بانحياز الحكم المفضوح وبين منتقد لأداء الفريق المهزوز. مش تفاجئت، هي مظلمة تحكيمية صارت، حكم فريمو مهزلة تو البونتو الأول نورمال في البينالتي نورمال مو مش بينالتي هذيك لا إله إلا الله محمد رسول الله هذيك مخالفة قبل معناها قبل الدزويت وتعاود ديجا في عدة برامج. الشوط الأول نجم نقولوا أنه الترجي كان ضحية الحكم، لكن في نفس الوقت السؤال الكبير اللي يطرح نفسه الترجي كان يعرف أنه قادم على سيناريوهات كما السيناريو اللي شافوا اليوم. هل أنه التحضير النفسي ما كانش في المستوى؟ هل أنه لاعبين الترجي ربما أصابهم الغرور بعد إقصاء أحد عمالقة إفريقيا على أنه النادي الأهلي؟ عناوين الصحف المحلية امتلأت غضبا وحسرة ونقدا للحكم التوغولي التي قالت أنه باع ذمته في لوبامباتشي. بداية من الحكم ونهاية عند اللاعبين، أعتقد أنه حتى اللاعبين عندهم قسط يعني وفر، لأنه وصلنا في وقت ما 2-0 وخرجنا يعني ما بين الشوطين كنا نجم نرجع في المقابلة. جماهير الترجي التي شاهدت فريقها وهو يسقط بتلك الشاكلة أصبحت تنتظر معجزة رياضية لترى فريقها متوجا بلقب رابطة أبطال إفريقيا بعد أسبوعين في مباراة الإياب على ملعب رادس. ما معناتها ما تصورش قديش متأزم بالماتش هذي، والله العظيم إن شاء الله معناتها في الرتور يعملوا حاجة بيه معناتها يفرحونا، معناتها 6 بليش في الرتور صعيب شوية معناتها أما على غالب. طارق عمارة لبرنامج اليوم على الحرة تونس.